الضبع ده زي ما بيقولوا كده حيوان خبيث بيسحر الإنسان أو يطبعه، يعني كلمة ضبع قالوها على السحر إن هو يقدر يطبع الإنسان وهو ماشي المفاصل بتاعته بتطقطق، حتى مفاصله وهو ماشي بتطقطق، حتى عيونه لما تشوفها بالليل بتنور أكتر من عين الكلب والديب، حاجة كده منورة تتخض منها. طب بياكل من إيه؟ بياكل من لحوم البشر، بيقولوا الكلام ده، ياكل من لحوم البشر وبيهاجم الناس وبياكل المواشي وبيجي لنا في الشتاء. وكل الكلام اللي فات ده انا عاوزك يا فندم تتاكد ان ده تخاريف. طب ليه؟ الكلام الحقيقي بقى، الكلام العلمي بيقول ان اللي فات ده كله اساطير الاجداد بتوعنا قالوها لنا عشان يتغنوا بالرجوله لما يقتلوا ضبع في الغابه. اتهام الضبع ده وبهدله الضبع ان هو بدا ينقرض يا جماعه، اقل من 9500 ضبع على مستوى العالم، وهقول لكم ان دي مصيبه، وهقول لكم ان انتوا دايما بتبرروا قتل الحيوانات اللي ما بتجيش على هواك او اللي اتظلمت اعلاميا وادبيا. هنقول الضبع هو من الحيوانات الثديه التي ترضع صغارها وبتلد، وهو حيوان مفترس بيخرج دايما يدور على اكله بالليل، يطلع بالليل وسط المجموعة وياكل دايما الجيف وبقايا صيد وفرائس الحيوانات التانية. يعني ايه؟ اسد واكل غزالة بقي فيها ورك على شوية عظم على شوية تحابيش، بيقوم الضبع ده داخل واكل الحاجات ديت ومخلص عليها. طب عشان كده سموه الحيوانات القمامة، القمامة اللي هي جاية من القمامة اللي هي بتاكل الزبالة. طب بتعمل ايه تاني؟ بيقولوا ان هي بتصطاد كمان الثدييات الصغيرة، وكمان بتاكل الفاكهة والحشرات. يعني الضبع بياكل الجيفة والفاكهة والحشرات والثدييات الصغيرة، والسلالات اللي اكبر منه بيقولوا ان هي سبب القضاء على الخنزير البري، كانت بتمشي ورا الخنزير البري، والخنزير البري اللي ما يعرفش الخنزير البري هو آفة بتهدد المحاصيل، بياكل المحاصيل كلها، فعشان كده الضباع قضت عليه. في عصر يا جماعة اسمه العصر المايوسيني، ده قبل 22 مليون سنة، قالوا إن الضباع دي كائنات لا تهاجم البشر، فهي حيوانات خجولة، تشوفوا يا عيني وشه يحمر ويتكسف، فضلاً عن أنها ترى البشر بحجم أكبر منها. يعني حضرتك الضبع ما يبص لك يلاقيك أكبر من حجمك كتير. الضباع المرقطة، المرقطة ديت اللي هي فيها النقط اللي انتوا بتشوفوها اللي كانت موجودة في لاين كينج لو انتوا فاكرين، واللي كانوا عاملينها خبيثة ويقعد يتكلم كده والشغل ده، والضباع البنية بتعيش في أفريقيا، وفي الضباع اللي عندها الخطوط دي بتعيش في شمال أفريقيا. في حاجة اسمها ذئب الأرض، الضباع اللي موجودة في أفريقيا الجنوبية بيسموها إيه؟ ذئب الأرض. أعداد الضباع زي ما قلت لكم ما عادتش بتعدي 9500 من كتر ما قتلتوها وبهدلتوها في العالم كله، المساحات الخضراء قلت، الضباع من كتر ما هي اتظلمت. والت ديزني يا جماعة في فيلم لاين كينج تجاهل كل آراء العلماء اللي قلناها إن الضباع دي كويسة وليها وظيفة حلوة في البيئة، وبدأ ياخد الجانب السيء حوالين سلوك الضباع وعملهم الضباع الثلاثة في الفيلم بتاعه اللي هو الأسد الملك أو لاين كينج، وكانت اعتبرها كائنات غبية جبانة وترضى بالهوان، والموضوع ده مش حقيقي. طب نيجي نشوف الضباع في الثقافة والتاريخ. في رواية جميلة اسمها تلال أفريقيا الخضراء، اللي عمل الرواية دي اسمه أرنست هومنغوي، كان بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الضباع تبدل جنسها وتأكل بعضها وتلتهم الموتى وتسلب الأبقار صغارها وتستل الخنازير وقد تعضك في وجهك فيما أنت نائم، تعوي بحزن، تتعقب لمخيمات لها رائحة كريهة حمقاء ذات أنياب تحطم العظام التي يتركها الأسد، تجر من البطون وتقفز بعيدا في السهوب الداكنة. شوف يا أخي الكلام كبير إزاي، يعني كلام كره شديد ويخليك تكتئب من الضبع. طب تيجي نقول الضبع في الثقافة القديمة ارتبط بالسحر وارتبط بالظواهر الخارقة، ودايما ده كنا بنلاقيه في التراث والأساطير الأفريقية، وكانت بتقوم بالدور نفسه اللي انتوا فاكرينه القط الأسود
اللي هو اللي كانوا بيتشائموا منه في أمريكا وفي الموروث الأمريكي، اعتبروا إن هو الحيوان المرعب. ودايما في كل، لو أنتوا شفتوا كل والت ديزني وكل الحاجات اللي بيطلعوها، كانوا بيطلعوا دايما مع الساحرة الشريرة قط أسود، عشان هم عاوزين يزرعوا الحتة دي في الناس. في تنزانيا والهند كانوا بيبصوا للضباع إنها وسط التنقل الساحرات بيركبوها، يعني الساحرة تركب الضبع وتقدر تتنقل بيها من حتة لحتة. طب في المخطوطات بتاعة العصر الفارسي اللي هي القرن الرابع عشر، قالت حذرت إن ممكن يحصل. فاكرين يا جماعة الإنسان المستذئب اللي هو بيقولك بيتحول لذئب لما القمر يبقى فول مون؟ هم قالوا إن في حاجة اسمها الإنسان المستطبع، والإنسان المستطبع ده بيهاجم الناس بالليل. والكلام ده مش عشان تخاف، ده الكلام ده كلها أساطير وحاجات اتقالت في أوروبا والعصور الوسطى. كان في دايما يقولك إن الضباع بتيجي بالليل على القبور وتدخل تنبش الجثث وتاكل جثث البشر، فكانوا بيحاربوها ويقتلوها. بشكل عام الضبع دايما بيترمز له بالخيانة بالغباء، وده في ثقافات الشعوب كتير جدا، عشان بعد كده يربطوه بالجن والأرواح الشريرة، وخصوصا الضباع الرقطاء اللي هي المنقطة دي واللي هي بتطلع صوت شبيه بالضحك البشري الهستيري. وصوت الضبع اللي هو صوت الضحكة ده تملي بيخوف، بيخوف جدا، وبدأوا يستخدموه في أفلام الرعب. كانوا بيستخدموا الضباع، بياخدوا أعضاء من الضباع يا جماعة ويستخدموها كعلاجات للسحر، وكانوا بيعملوا بيها شوية تطبيب أو شوية حاجات في الطب الشعبي. طب الضبع في اللغة العربية اسمه إيه؟ هل هو مذكر؟ لا يا فندم، الضبع هو اسم أنثى ومذكره ضبعان، ويضرب بها المثل في الحمق. يقول لك يا عم ده أحمق من أم عامر، كانوا بيقولوا بهذا المثل إن الضبع ده إنسان فاسد وإن هو شديد الحماقة. خرافة جميلة جدا. كانوا بيقول لك إن الديب لما يظهر هو والضبع الغنم تسلم. ليه؟ لأن الديب تملي بيكره الضبع، والضبع بيكره الديب، والاتنين بيدخلوا على بعض وبيسيبوا الغنم. فدي يقول لك إيه؟ اللهم ضبعا وذئبا. كانوا كمان بيوصفوها بالغدر، فكانوا يقولوا كمجير أم عامر. وقصة أعرابي كان أنقذ ضبع من صيادين كانوا بيطردوه، وبعد ما أكل الضبع ده غدرت بيه وقتلته، بيقولوا كده. فجي واحد ابن عمه لقاه على الصورة ديت، فبدأ يجري ورا الضباع ديت لغاية ما قتلها. وبعدين قام قايل شعر المطلع بتاعه: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. في الموروثات القديمة يا جماعة كمان كان بيقول لك حاجة غريبة جدا: لو كلب عضك وضبع عضك، عضة الضبع تشيل عضة الكلب. طب الكلام ده مدى صحته علميا؟ ده موروث قديم ما نقدرش نقول لك قبل ما نعمل الأبحاث عليه. وطبعا هتجيب ضبع منين يعضك؟ فده طبعا كلام منتهي. علاقة البشر بالضباع، هل هي علاقة قديمة ولا علاقة جديدة؟ لا، علاقة قديمة جدا، لأن في رسومات كانت موجودة على جدران الكهوف كانت بتعود إلى العصر الحجري القديم. كانوا بيقولوا إن الضباع بتفترس البشر، لأن هم كانوا بيلاقوا دايما شعر بشري في متحجرة روث ضبع تعود إلى نحو 200,000 سنة. 200,000 سنة. وبعض الناس كانوا بيقولوا إن الحفريات اللي هي الضباع بتاعت الكهوف ديت انقرضت خلاص، اللي موجود ده مالهمش دعوة بيهم. لو أنت نايم كده وبعدين لقيت ضبع طلع لك وأنت نايم في الحلم، ده معناها إيه؟ معناها إن هو هينكشف قدامك العديد من الأسرار. طب نيجي نشوف فوائد الضبع للبيئة. الضبع من اللواحم الأرضية الأكولة والناهمة المهمة في عملية الاتزان البيئي. هتقول لي إيه الكلام المجعرص اللي أنت بتقوله ده؟ هقول لك يا فندم بالبساطة كده، هم دول بتوع المكانس بتاعت الجيفة، يعني أي جيفة موجودة في أي حتة هم دول بيجي يكنسوها. طب حضرتك لو الجيفة دي ما اتكنستش إيه اللي بتحصل؟ حضرتك ما تعرفش إن الجيفة بتعمل عفونة وبتعمل تلوث للبيئة، وبتعمل ممكن تعمل جزء من السموم يقدر يقضي على حيوانات كتير جدا، يقضي على البشر. فبالتالي هم وظيفتهم مهمة جدا. رقبة الضبع قصيرة، رجليه طويلة، وظهره محدب. محدب يعني عامل زي أحدب نوتردام، عامل كده، وطول عمره بيقعد يجري بالليل وما بيخافش من أي حد تاني. باختصار يا جماعة، ربنا ما خلقش حاجة عبث، ربنا دايما خلق كل حيوان
وعامل له الوظيفة بتاعته، وكل الوظائف دي لو جيت لاحظتها هتلاقي كلها بتخدم على الإنسان. أتمنى حلقة النهاردة تكون ضافت لكم معلومة صغيرة عن حيوان انتوا كلكم ظالمينه واحنا كلنا ظالمينه، وفاكرين ان هو ملوش وظيفة غير ان هو حيوان احمق ورخم وغبي، ويجب علينا احترامه ويجب علينا تقديره عشان مش انت اللي خلقته، ربك اللي خلقه. نشوفكم في حلقة جديدة من 60 شو طبيب الرحمة، انتظرونا.